خير خير، شو في؟ بدنا نفتش الشركة. إذا بدك تفتش بده يكون معك إذن نيابي عام. شوفوا شغلكم. بتعرف هاي الست اللي بالصورة؟ إيه طبعاً بعرف. هيدي فرح مرت ابن خالتي. معقول ما بتعرف وين اللابتوب الشخصي تبع عامر؟ وانا شو بدي يعرفني؟ انت قلت شخصي. بعدين بنصحك انه ما تفتشوا هون، ما رح تلاقوا شيء. حضرة نقيب، انتوا جايبين اذن تفتيش من النيابة العامة. يعني اكيد شاكين بشيء او بحدا. صح؟ صرنا قدام جريمة قتل. الكل متهم. والكل رح يتحقق معه. صحيح. سمعت انه غيرتوا كثير باخر فترة مدراء ماليين. او الاصح طردتوهم. فيني اعرف السبب؟ ايه اكيد. هيدا لانه عامر ما كان يوثق فيهم بسرعة. عند اي غلطة كان دغري. ما يسامح يوديهم على البيت. انا ما بحب احكي هيك بس عامر كان عنده مشكلة. كان شكاك. كان معه بارانويا.